فهذا الجسر عام 1956 افتتح هذا الجسر. نعم. هو جسر كومباكت يجمع بين الكونكريت بين الحديد، تصميم مالته الديزاين مالته، لذلك هو جسر قديم. لكن احنا خلال قبل تقريبا 7-8 سنين جددنا عليه وسوينا اعمال صيانه، صار ترميم عليه، صار ترميم عليه اجل الحفاظ عليه. نعم. عندنا جسر ثاني هم بنبنى بالهنديه، ذاك الجسر المقابل اللي هو هذاك. نعم نعم، ذاك الجسر هم مهم جدا، هم يفيد ابناء قضاء الهنديه، هو اكثر شيء يفيد ابناء قضاء المحافظات الوسط والجنوب. كان كل المحافظات مال الوسط والجنوب يمرون عن طريق هذا السنتر المدينه. نعم. كان ازدحامات تصير هنا. نعم. تعرف الديوانيه وبصره وعماره وناصريه كلها زياره الامام الحسين، ما يكفي هذا الجسر. اي سنه بني ذاك؟ هذا عام 2013 كمل وتم افتتاحه هالسنه هاي، وقت اعمال صيانه نواقص، بس بالتالي هو دخل الخدمه وما بي اي نواقص حاليا. ممتاز. أي. هذا المنشا او البناء مالته هل هو عراقي لو كانت شركات لا أجنبية؟ لا، شركات أجنبية، شركات إنجليزية بالتعاون مع الشركات العراقية. صحيح. مهندس أشوف هسه نوعية الحديد المستخدم. أي. مهندس منتظر، عبالك مثل جسر صرافية، يذكرنا بجسر صرافية قريب على ذاك التصميم، قريب عليه، هو نوع الكومباكت، هو هذه الطريقة الإنجليزية اللي نعم اللي دائما. نعم. أعتقد نفس الجسر موجود بسيدني باستراليا. أه. بس ذاك الجسر أكبر منه للأعراض، يعني هذا الشكل المصغر. هو هذا التصميم بسيدني باستراليا وموجود بطويريج في كربلاء المقدسة. شو اسمه ذاك الجسر؟ والله هذاك الجسر الهندية الثاني الجديد سميناه، وهذا القديم. هذا القديم.